ويحدد نسبة إعاقته الذهنية والبدنية، وبعد ذلك ترى المحكمة من هو المناسب لتعيينه كمقدم لرعاية شؤون الوالد من ناحية المأكل والملبس والمنزل. ربما عرفنا، تقول أخ الأكبر أستاذ، ربما هذا الذي يهم نعم. الأخ الفاضل المتصل الكريم. لكن دكتور نعم. يعني من الناحية الشرعية ماذا نقول لهذا الأخ الفاضل بالنسبة إلى صلة الرحم؟ يواصل في نقول له أن أباك هو أباك، عاجز أم محجور عليه؟ هو يريد زيارته ولكنه يمنع. يحاول بقدر المستطاع، ويصل أباه ويصل رحمه بأي طريقة، حتى ولو عن طريق المحكمة، لأن المحكمة إذا فرض أن يصل أباه فليصل أباه، فإذا كان عن طريق ليس بالدين ولا بالوعظ لهؤلاء الإخوة، ويبقى أن هذا المال ليس من حقهم، ومن حق الأب الذي ما زال على قيد الحياة، وهو المال أمانة في أيديه. نعم، نرجو أن يكون الجواب واضح لسيد الكريم. السيدة سامية، إذا تكلمنا مثلا عن المعالجة، نحن نتكلم عن ذكرنا الأسباب، ولكن كيف تكون المعالجة في المجتمع؟ إذا سمحت قبل ذلك منيرة أعقب قليلا على ما جاء في تدخل السيد. أنا كنت أظن يعني قبل كنت فهمت من التدخل أن القضية، بما أن الموضوع يتعلق بقضية قطع الأرحام، أنه النزاع هو قائم حول من سيحتضن الوالد، لكن في كل مرة نجد أن القضية المادية هي فوق كل اعتبار. يعني الإشكال الحقيقي هنا لا يتعلق بقضية الصلة أو القطع في الرحم. أعتقد أن الإشكال الحقيقي الذي يثار اليوم في هذه المداخلة هو قضية التنازع حول تلك القيمة المعطاة من قبل المحكمة، وهذا هو الذي يحز في النفس أكثر. اليوم الحديث عن صلة الرحم أو عن قطع الرحم، الأكيد في الأمر أن قضية قطع الرحم هي قضية يعني شنيعة جدا، مهما كانت الأسباب، وإن كانت في الغالب هي مادية، يجب أن يحاول ولا لابد علينا أن نحاول التغلب على قضية نزاعاتنا الفردية التي هي تؤسس دائما إلى قضية الانفصال، وتؤسس لثقافة الكراهية وثقافة الأحقاد والضغائن إلى آخره. وبالتالي عندما نحاول أن نسأل في قضية قطيعة الرحم، لابد أن نتساءل في قرارة أنفسنا أولا، كيف يمكن أن نصحح أنفسنا من الداخل حتى يمكن أن نفعل هذه الصلة التي هي يعني كما نقول يعني جواز سفر للجنة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فما يعني ما هو حال علاقاتنا الاجتماعية، وما هو حال النسيج المجتمعي إذا كانت أوضاعنا لا تمرر أو لا تفعل أو لا تحكم إلا بمثل هذه المعايير المادية المحضة. سأعود إلى سؤالك إذا سمحت، ذكرني بها منيرة. قلت يعني كيف هي قطيعة الرحم إذا أردنا معالجتها اليوم في المجتمع؟ كيف هي قطيعة الرحم؟ يعني كيف يتم معالجتها اليوم في المجتمع الجزائري؟ نأخذها بكل بساطة. تماما. قبل ذلك لابد أن نتحدث عن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قطع الرحم. كما تفضل الأستاذ الكريم والدكتورة الكريمة أيضا، هي جملة من العوامل التي تتعلق بالعوامل المادية كالإرث إلى آخره، وأعتقد أن الإرث يتصدر كل هذه العوامل بجدارة. إذن بالإضافة إلى كل هذه العوامل، حتى نكون موضوعيين لابد أن نتحدث عن قضية أساسية هي قضية التغير الاجتماعي، وليس الإرث، لأنه الإرث واضح في القرآن الكريم، النزاعات التي تأتي عن الإرث، الجهل بعدم تقسيم التركة على وجه الحق. مش شرط يكون جاهل، أحيانا هناك عقد فريضة فيه أنصبة معينة، والأطراف على بالهم بالعقد، ولكن برغم ذلك تثار النعرات نزاعات حول الميراث لأسباب شخصية، نادر غابات دفن الأشخاص معينين، الاستحواذ على ميراث الأخوات، قضايا الأنانية، قلة الدين، هذا قلة الدين. تكلمنا عن الميراث.